الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الباب 13 والأخير من كتاب الطهارة في شرحنا للترهيب والترغيب، يليه بعد كتاب الصلاة وما ورد فيها من ترغيب وترهيب. معنا اليوم إن شاء الله باب الترغيب في ركعتين بعد الوضوء. الترغيب في ركعتين بعد الوضوء لما تسمى سنة الوضوء. مر معنا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. ما تطهرت طهورا، ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا من ساعة في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. والدف معنى صوت النعل، في رواية سمعت خشخشة عليك في الجنة أو خشخشتك في الجنة، والروايات تتنوع. وذكرنا في درس سابق أن بلال رضي الله عنه يعني كان من السابقين الأولين في الإسلام، وكان ممن عذب في الله، وكان صابرا وصبر، يعني هو عذب وصبر، في غير عذب ونطق الكفر مكرها ولكنه عذب فصبر، وكان يقول أحد أحد، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 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 المدينة، وشهد المشاهد كلها، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلم الصدقات معه، يجمع الصدقات. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد يعني طاف حول النساء، وبلال يعني فارد رداءه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال حديث: تكفرنا اللعنة وتكفرنا العشير. فكان بلال يعني فارد عباءته، وكنا النساء يضعن من أقرطتهن وذهبهن وحليهن في حجر بلال. فكل هذه أيضا من فضائل بلال، وأيضا جاهد مع الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في معارك الردة وغيرها، فكان إله في الإسلام حتى أنه أذن فوق الأقصى في المسجد الأقصى، أذن الأذان في المسجد الأقصى. كل هذه الأعمال اللي عملها، لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما أرجى عمل لك في الإسلام، ما ذكر أي شيء من هذا الذي سبق، وإنما إيش كان أرجى عمل له في الإسلام؟ الصلاة، إنه ما تطهر طهورا، ما توضأ وضوءا إلا وصلى بهذا الوضوء ما كتب الله له أن يصلي، سواء كان وضوء في الليل أو في النهار. فهذه سنة الوضوء، شوفوا، لأنه كان حريص عليها، مش بس حرص عملي وإنما حرص قلبي، لدرجة إنه عارف إنه هو حابب هذه العبادة. يعني هو لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما فكر مرتين ما أرجى عملك في الإسلام، يعني طوال بلال شو قال؟ ما عملت عملا إلى آخره. فاهم المعيار، فاهم ترتيب العبادات، فاهم أولويات الأشياء، فاهم أن الصلاة هي أعظم ركن في الإسلام وأهم شيء في العبادات. فسبحانه الذي علم بلال. يعني إحنا لو نعيش هذا الحديث، وقيل لنا بلال النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة عليه في الجنة، إحنا من معرفتنا ببلال بجوز واحد منا يقول بلال اللي خلاه يفوت الجنة صبره على الأذى، في منهم اللي قال اللي خلاه يفوت الجنة كان يأذن مؤذنا، وفي منهم اللي بيقول لأنه شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم كان صابر. ممكن تحط أي شيء من عباداته إلا الصلاة، آخر شيء بجوز يجبالنا. ليه؟ لأنه إحنا اليوم ننظر إلى الصلاة كأنها يعني آخر شيء نفكر فيه، وكأن هناك أولويات أولى من الصلاة. بارك الله فيك. طيب، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث آخر: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. ما من أحد يتوضأ يحسن الوضوء، بيجيب الأركان، الشروط، السنن، ويكون متأني، طبعا لا يبذر في الماء وغير ذلك، يأتي بجميع مستحبات الوضوء، لهذا يجب علينا تعلم الوضوء بالتفصيل. فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين بهذا الوضوء، يعني يقبل بقلبه ووجهه عليهما، مش يقبل بس بوجهه، وجهه تجاه القبلة، وقلبه في الشغل، قلبه في الدار،
قلبه في المشكلة اللي كان طالع فيه منها، قلبه في مش عارف إيش، لا، قلبه إلى الله، حتى توجه القلب الاعتبار يقبل بقلبه ووجهه عليهما. إذا فعل ذلك وجبت، إلا وجبت له الجنة، وجبت يعني حقت له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما. هذه كلنا للأسف نتلبس بهذا الشيء، نسهو بالصلاة. شو يعني نسهو؟ نغفل، بلاك حالنا نتكلم كلام يعني مش فاهمينه، بجوز نفكر في أمور ثانية، نسهو يعني ما بنتفكر في كل شيء في الصلاة. إلا هنا قال شرط لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. بدك الأجر الكبير هذا، وجبت له الجنة وغفر له ما تقدم من ذنبه، بدك تتعب على حالك عشان تقدر تصلي الصلاة من غير أن تسهو، من غير أن تلتفت، من غير أن يلتفت قلبك. وهذا الأمر لا تحصل إلا بأول شيء كثرة الصلاة، هسه بضرب عليها مثال، وكذلك تعلم الصلاة بالتفصيل، تعلم تفاصيل الصلاة. شو يعني لما كل تعلم تفاصيل الصلاة؟ تبقى فاهم شو معنى التكبير، وعايش أن الله عز وجل هو الأكبر، الله أكبر. ولما تعلم، لما تقرأ الفاتحة تكون دارس الفاتحة، متعلم ما معنى الفاتحة، تقرأه وأنت تفهم ما فيها. الأذكار والأدعية، لما نقول مثلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، هذه أدعية الاستفتاح، أو سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكذلك باقي الأذكار والأدعية اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا باركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ملان أذكار. شو يعني التحيات لله والصلوات والطيبات؟ السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مرة لما قعدنا نتفكر في عباد الله الصالحين لحالها، هي كل عباد لله بما فيهم الجن والإنس والملائكة، الجن المسلم طبعا والمسلمين والإنس المسلم، عباد الله الصالحين والملائكة والدواب والحيوانات التي تعبد الله عز وجل وتسبحه، فأنت كأنك تسلم على كل شيء فلك أجره. فمجرد أنك تتفكر فيها، شو معنى الصلاة؟ شو يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ شو يعني اللهم بارك؟ والفرق بين الصلاة والبركة. ولما تستعيد في آخر الصلاة: أعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات. شو هي فتنة المحيا وشو هي فتنة الممات؟ وشو هو فتنة المسيح الدجال الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى لما تسلم السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله؟ من أول التكبير لآخرها ينبغي عليك أن تكون دارس وفاهم كل كبير، وتنوع في الأذكار. يعني أذكار الركوع متنوعة، غير سبحان ربي العظيم، فيها في بوجود سبع أذكار غيرها أو ست أذكار، زي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، في خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، في غيرها من الأذكار اللي وردت في الركوع، وردت في السجود، أدعية السجود النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في السجود كثير من الأدعية. تخيل لما أنت حافظ كل هذا الأمر، ومرة بتجيب هذا الدعاء، مرة بتجيب هذا الذكر، مرة بتجيب هذا السورة الفلانية، مرة السورة الفلانية، كيف ستسهو في الصلاة؟ فأول وأهم شيء يجعلك تخشع في الصلاة أول شيء دراستها. بدك تتعامل مع الصلاة كأنها دراسة جامعية. كيف ممكن الإنسان بده يتخرج، بده ياخذ مشروع تخرج، مشروع تخرجك من الحياة إحسان الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها مشروع تخرج لما قال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإذا صلحت. ما قال لكش فإذا صلى، أنا متحدث عن إنه صلى، بس الله أعلم صلحت ولا ما صلحت. شوف الخطورة لوين. فإذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. فشوف أهمية الصلاة، مش بمجرد إيقاعها، مش بمجرد إسقاط الواجب، وإنما الصلاة بحد ذاتها إلها إحسان، تفصيل، تصحيح. أنت أمام أهم عبادة لله. ما أنت لو شغل دك تقدمه لمعلمك في الشغل مثلا، ولا لحدا واحد مهندس يقدم بروجكت هندسي ولا مش عارف إيه، بده يدرس دراسة جيدة. لو شوفه غلط فيها بشوف يقول لك مش مقبول يا معلم، صح ولا لا؟ لأنه هنا في عنا أولويات. الصلاة أهم عبادة يجب أنك تجيبها بحذافيرها، دك تتقن، دك تتفنن، دك تتفنن في الصلاة. أنت كعب بتقدم هدية لرب العالمين. من القصص الجميلة التي تذكر، ذكرها ابن القيم أو أحد من العلماء، بيقول: أحبت نملة فيلا فأخذته إلى بيتها، حبته أخذته إلى بيتها، فلما نظر الفيل إلى البيت وجده صغيرا، وقال للنملة: إما أن تتخذي بيتا يليق بحبيبك أو حبيبا يليق ببيتك، إما أن تتخذي بيتا يليق بحبيبك
أو حبيبا يليق ببيتك. فقال العالم راوي القصة: فكذلك الصلاة، إما أن تصلي صلاة تليق بالله أو تتخذ إلها يليق بصلاتك. يعني إما أنت تعاد التعامل مع رب العالمين لازم تجيب الصلاة كما يجب. فلهذا موضوع الصلاة من أهم ما يجب أن نتقنه. فقلت أول شيء اللي بيعين الإنسان على أنه لا يسهو في صلاته، أول شيء يتعلم اسمع اقرأ في كتاب مثلا اللي هو هذا الكتاب صغير جدا، أول مرة أصلي وكان للصلاة طعم آخر، هذه يعني قصير صغير جدا بيجيب لك أشياء بتعينك على الصلاة. كذلك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني المحدث، جمع فيها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فتقرأها تعرف السنن تعرف الأذكار، بيجيب لك حتى صيغ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هذا اللي احنا عارفينها لحال، في صيغ ثاني، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، في شيء غير اللي هي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في صيغ غيرها. تخيل انت حافظ 12 صيغة من اللي وردن، او حافظ صيغ التحيات نفسها، في تختلف صيغ واحد واثنتين وثلاث واربع وخمسة، فكل مرة تجيب واحدة. فهذا كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعين. كذلك اللي بده إذا بدك تفهم أهمية الصلاة في الإسلام، في كتاب اسمه تعظيم الصلاة لعبد الرزاق البدر، يعني قاعد بدلكم على كتب، واللي بيحب يعني مثلا يرد يسترجع أسماء الكتب موجودة إن شاء الله في المقطع. فكتاب تعظيم الصلاة هي مجموعة خطب خطبها الشيخ عبد الرزاق البدر في موضوع الصلاة بحد ذاته، بيحكي عن أهميتها فضلها مكانتها في الإسلام، حكم صلاة الجماعة إن هي واجبة، وصلاة في المسجد يعني فضلها وغيرها من الوجوب. فبذكر كل ذلك مما ورد من القرآن، مما ورد القرآن والسنة. فينبغي الإنسان على أنه يدرس الصلاة دراسة جيدة. ثاني شيء اللي بيخليك لا تسهو في صلاتك كثرتها. ليش كثرتها؟ بضربه مثال بواحد مثلا، هنقول شغال ميكانيكي، واحد يشتغل في كراج، لو انه بيبقى مبتدئ شو اول شيء بيعملوا له؟ بيقولوا له اياه، بيقولوا له حل مطور، يعني بخليه ياخذ شيء كبير، لا بيقول له حل عجل، نظف زيت، ساوي كذا، في برميش معين حاول حل العذيال وكيمو ورجع حط برميش غيره مثلا، بصير يعلم فيه بالاشياء الصغيره. فكل ما تعلم ومارس الأشياء الصغيرة بصير فاهم كل تفاصيل السيارة. لما يجعل الإشي كبير، لما بده يقدم الشيء الكبير مثلا بده يحل مطور، بده يغيره، بده يصلح إشي كبير، يغير رادياتر، فتنا في الميكانيكا، لو بده يغير شيء في الصلاة في السيارة، فهو مضطر إنه يبقى عنده خبرة كبيرة، وقتها لما يجي يعمل إشي كبير بيتقنه. فكذلك أهل العلم شو بيقولوا؟ أنت في الصلاة لازم تكثر من النوافل، سنن صلاة الضحى، صلاة الأوابين، قيام الليل، الواحد ينوع في الصلوات والسنن والنوافل الثانية اللي غير الفريضة، لأنه كثرة التنويع في الصلاة مع طبعا مع تعلمها ودراستها والتفكر فيها بعودك على أنه لما تيجي الفرض اللي هي أحب إلى الله من النوافل تتقنها صح. لما نتكلم عن قصة زي قصة عروة ابن الزبير رضي الله عنه أحد التابعين، عروة بن الزبير لما نقول انه قتل ولده رفسه حصان، بقى عنده 7 اولاد رفسه حصان، فمات واحد من اولاده رفس الولد، وفي نفس اليوم شعر بنمنمه في قدمه ومعه الم، فجابوا طبيب قالوا له في عندك بما يشبه الغرغرينة او زي السكري، قالوا له مضطرين نقطعها والا بينتشر المرض. في نفس اليوم مصيبتين، فقالوا له لازم نسقيك خمره مشان عقلك ما يتحملش، يعني يتحمل الوجع اللي قطع القدم. فقال لهم ما شربتها أبدا في حياتي، ولكن انظروني حتى أصلي، فإذا سجدت وأطلت السجود فاقطعوها. فعلا وهو ساجد قطعوا الرجل، عملوا العملية، خيطوها، كل شيء، زبطوا كل شيء، بعد ما خلص الصلاة قال لهم أفرغتم؟ وين توصل هالمرحلة؟ وهذه القصة أهل العلم بيقولوا لولا إنها صحت بالأسانيد الصحيحة لما صدقناها، مستحيل نصدقها، بس صحت سندها صحيح. يعني زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش في سند في رجال اللي رووا هذه القصة رجال ثقات، ولا واحد فيهم متهم بكذب. لولا صحة السند لشككنا في صحة هذه في صحة هذا الخبر أو إمكانية وقوعه. ولكن إنه يوصل بني آدم لمرحلة إنه ما يعيشش الجو عملية قطع قدم وهو قاعد يصلي، إذن شو عمل في الصلاة؟ شو بالنسبة له الصلاة؟ شو تدرب على الصلاة حتى قدر يؤدي هذه الصلاة بأحسن ما يكون؟ حتى من القصص الأخرى التي تروى عن أحد العلماء المحدثين، إنه كان إذا دخل البيت مثلا بيكون عنده أولاد يجي يلعبوا الكل بهدى هيبة له، ربنا معطيه هيبة إنه إذا بيفوت البيت كل أولاده ونسوانه وكذا بهدوا وقعدوا، ولا واحد بنط ولا واحد خنفس
واذا فات يصلي بيصير البيت كله بعد يلعب ويركص ونط وكذا ويكردن ولا واحد وما يشعرش فيهم. بيعرفوا فهموا انه هو اذا حد عمل شيء غلط ببهدله وهو في الصلاه كغايب، فبيسمحوا لحالهم هنا انهم يصرخوا ويكردن ونطوا وكذا وهو عارفين انه هو في عالم اخر. سبحان الله. فهذه كانت ثمره من ثمرات التعود على الصلاه. اذا فكل اللي خلانا نتكلم عن الصلاه اهميتها انه مشان تاخذ اجر الا وجبت له الجنه الا غفر له ما تقدم من ذنبه، يجب انك تعرف شو يعني لا يسهو في صلاته، شو يعني يحسن وضوء يصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه. اخر حديثين معنا قصار عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه انه راى عثمان بن عفان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ثم مسح براسه ثم غسل رجليه 3. جاب صفه الوضوء، والحديث هذا يعني بيشرحوه اهل العلم في صفه الوضوء. ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوئي هذا، ثم قال عليه الصلاه والسلام من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وإنما يحدث فيهما ربه. يعني حديثك في الصلاة مع ربنا مش مع نفسك، لا تحدث نفسك، يعني لا تنشغل في أمورك الشخصية أمورك الدنيوية. اللي قال لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية أخيرة قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو 4 يشك سهل اللي هو راوي الحديث ركعتين أو 4 يحسن فيهن الذكر، يحسن فيهن الذكر يعني زي ما قلنا متعلم الأذكار فاهمهن بنوع بينهن، يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر الله له. كل الأحاديث التي سقناها وأوردناها حديث صحيحة، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا من مقيمي الصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم يحافظون، وأن يجعلنا من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا.